عبر العيون أثر فريد من نوعه ملوش مثيل، ورغم كده في عدد كبير مننا ما يعرفش تاريخه ولا أهميته، لحد ما كان مشروع التطوير اللي نقل المدابغ اللي كانت موجودة هنا وشوهت الجمال ده لسنين طويلة. التاريخ هنا مليان بكتير من الحكايات اللي صنعت تاريخ مصر الإسلامية، والحاضر بيصنع أجمل حكاية هتحكيها مصر لأولادها في الجمهورية الجديدة. معانا المهندس عبد الحميد الشرقاوي نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين السيره. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا فندم بيكم، نورتونا في المكان. شايفين هنا يعني في المكان كل الشباب العاملين شغالين على قدم وساق، وفي اكتر من مبنى او في اكتر من مجمع خدمات. عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. هو اللي بيحصل هنا تطوير لمنطقه سور مجرى العيون بالكامل. هنا كان منطقه المدابغ قديما. بدأنا مشروع بعد تعليمات القاده السياسيه لينا بالبدء في تطوير وانشاء عدد 79 عماره سكنيه تراث الاسلامي ومول تجاري على مساحه 52,000 متر مسطح لخدمه المنطقه واهل المنطقه. طيب يعني اكيد زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتره الاخيره فرقت مع الشباب العاملين هنا، وعرفوا قد ايه اهميه ان هم بيعملوا او بيحيوا التاريخ تاني. زيارة الرئيس دي اسعدتنا كلنا طبعا، وادت طاقة لكل الشباب ان هو يبتدي يشتغل، وبالفعل احنا كنا شغالين لمدة 24 ساعة يوميا بنشتغل في خلال اليوم على مدار اليوم بالكامل عشان نلحق ان احنا نخلص في المدة المحددة لنا وننتهي من المشروع عشان يبقى حاجة جديدة تنسب للدولة. طيب المشروع هنا بدأ التطوير فيه من امتى؟ احنا بدأنا تقريبا من سنة، من شهر 3 اللي فات بدأنا ان احنا نعمل العمارات. بدأنا بالعمارات الاول، بدأنا برفع المخلفات على التراث الاسلامي برضه. على التراث الاسلامي طبعا. احنا بدأنا في البداية ان احنا نرفع المخلفات نتيجة العمارات اللي كانت او المباني العشوائية اللي كانت موجودة والمدابغ العشوائية اللي كانت موجودة بعد نقلها لمدينة الروبيكي ومدينة بدر. رفعنا حوالي 1,800,000 متر مكعب مخلفات. بعد كده بدأنا في مرحلة التأسيس للعمارات اللي كانت قابلتنا بصعوبة جامدة جدا في طبيعة الأرض والتربة الموجودة عندنا. اشتغلنا على نظامين، نظام الأساسات العميقة والأساسات السطحية، وبالفعل الحمد لله احنا خلصنا جميع الأساسات عندنا ل 77 عمارة الموجودين عندنا، وبقى عندي عمارتين بس هم اللي دول مجرد ان انا بس ازيل المخلفات هيبتدوا يطلعوا معايا لنهاية المشروع بإذن الله تعالى. أنا شايفة عدد كبير جدا من الشباب العاملين هنا في المشروع، يعني الموضوع مش موضوع تطوير بس، يعني أكيد وفرت أيد عاملة كمان. بالفعل طبعا، احنا معظم الناس اللي موجودين عندنا أو العمالة الموجودة عندنا من أهل المنطقة نفسها، من أهالي المنطقة. طبعا طبعا. ده يعني بحيث إنها أولا أقرب للمكان، انا بستفيد ان هو بيكون موجود متوافر معايا بصوره دائمه. انا زي ما قلت لحضرتك ان انا شغال 24 ساعه في اليوم ثلاث ورادي عشان الحق ان انا انجز المشروع الضخم ده ان هو يخلص في خلال سنه، ده يعتبر اعجاز يعني. مهندس حسن شحاته مدير جوده مشروع المول. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم، يعني منور معانا في حياه جديده. ربنا يخليك يا فندم. طبعا في ناس كتير جدا عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيتم هنا على ارض الواقع. لا يا فندم، احنا هنا المشروع تطوير سور مجرى العيون عباره عن مشروع عماير ومول ترفيهي بشقق فندقيه. المشروع قايم على اساسات، وبعد كده بنطلع المول عباره عن ضوء بدروم هيبقى الباركينج، ودور ارضي هيبقى فيه محلات، ودور اول برضه فيه مطاعم، والدور الثاني هيبقى فيه شقق فندقيه او غرف فندقيه وترفيهيه. يعني احساس حضرتك ايه يا باشمهندس وانت موجود في مشروع كان حلم لكل المصريين؟
تمام يا فندم. انا من زمان نفسي اشارك في مشروع طبعا يكون فيه تنميه لبلدي اولا، وتطوير المناطق العشوائيه ماشي، وبتمنى كمان ان المشروع ده يشمل جميع المناطق العشوائيه في مصر كلها. طيب باشمهندس، بما انك مدير جوده المشروع هنا، كتير مننا لما بنبقى قاعدين كمصريين ونسمع ان تم تكليف المشروع الفلاني وان هو يعني محتاج له سنه علشان يطلع، محتاج له 3 شهور عشان يطلع، في كتير بيشكك في الجوده، انتوا بالنسبه لكم بتقيسوا الجوده على ايه؟ لا يا فندم، احنا المشروع عشان يطلع بيطلع بجوده متميزه. احنا بنشغل عدد بيبقى لازم قصاده عدد كويس عشان يقدر يشرف على المشروع. ما انا مش هعمل مشروع زي ده بالحجم زي ده ويبقى المفروض انه يطلع بجوده كويسه واخلي له مثلا واحد بس اللي بيشرف عليه. فلو انا عندي مثلا المشروع ما هياخد سنه وانا اعمله في 6 شهور وهحتاج له 2 مهندسين، فبوفر العدد الكافي في كل ورديه من وردات العمل. احنا شغالين 24 ساعه، فبالتالي عندي العدد اللي يغطيني ويقدر يتابع الاعمال في خلال 24 ساعه. احنا عندنا يعني لوحات تصميميه ولوحات تنفيذيه، فاحنا بنتابع اللوحات التصميميه والتنفيذيه بما يوافق المواصفات المصريه طبقا للكود، وبننفذ الكلام ده كله. وعندنا مهندسين بيراجعوا الحاجات دي كلها بدقه، وبنسلم وبنستلم واللي فيه استشاري بيشرف علينا وفي مالك بيشرف علينا. فالموضوع في دقه في المتابعه. طبعا طبعا يا فندم، ده هو كمان يعني الاجمل ان هو احياء للتاريخ، للتاريخ طبعاً الاسلامي اللي موجود فيها. طبعا لازم كلنا نحافظ على التاريخ بتاعنا. تاريخي، حتى المباني اللي لسه بتتعمل تاريخية لأنها بتعيد استدعاء التاريخ من خلال الطراز المعماري الفريد اللي بيسترجع روح القاهرة التاريخية وبيعيدها للريادة. كان سهل تزيل المنطقة وتطلع بعمارات شكلها حلو ووقتها الكل كان هيسقف، لكن إنك تعمل مشروع يخلي الناس كلها تقول الله، يبقى أنت أكيد في الجمهورية الجديدة اللي مشروعاتها بتسطر كل يوم ملحمة جديدة في تاريخنا. ومعانا المهندس عبد الرحيم عباس، مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، منور معانا في حياه جديده. اهلا وسهلا. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل هنا بالظبط، وطبعا احنا شايفين عمارات على الطراز الاسلامي، بس عايزين نعرف الحال هنا كان ايه قبل التطوير وقبل بناء العمارات دي. المنطقه دي معروفه بمنطقه ارض المدابغ. كانت عباره عن ورش مدابغ وسكن عشوائي، كانت منطقه عشوائيه، وتم التنسيق ما بين المحافظه وهيئه المجتمعات على تطوير المنطقه، فتم ازاله المنطقه العشوائيه تماما والهيئه استلمتها ارض وبدانا نعمل فيها المشروع اللي حضرتك شايفاه ده. المشروع عباره عن جزء سكني ومول ترفيهي. الجزء السكني 79 عماره متدرجين من ارضه 3 لغايه ارضه 6 ادوار. تمام. والمول التجاري، المنطقه كلها على مساحه 95 فدان. المول التجاري مواجه للسور، السور نفسه الاثري، سور مجرى العيون. بالظبط، على اساس في حرم ما بين السور ما بين المشروع نفسه. المول التجاري على 16 فدان، عباره عن مسرح مكشوف، مسرح مغطى، قاعات سينما، كافيهات، غرف فندقيه، معارض صناعات حرفيه، لان المنطقه واخده الطابع التراثي الاسلامي. الاسلامي، ويمكن هو ده اصعب حاجه في الامر، ان انتوا ازاي حافظتوا على الطابع الاسلامي اللي احنا بنقول لكل العالم وبنحاول ان احنا نرجع تاريخنا تاني ونقول اهي مصر بلد التاريخ والحضاره. بالظبط. زي ما حضرتك شايفه المشروع كله الديزاين بتاعه
بيحافظ على التراث الإسلامي في الواجهات، في المساحات، في التنسيق العمارات، في التخطيط المنطقة نفسها. أنا عندي المنطقة تعتبر منطقة أثرية. أثرية. السور نفسه واضح جدا. احتبرت السور هو البيو بتاعي للمشروع كله. يعني أنا الكونتور بتاع المنطقة صلاح سالم، طريق صلاح سالم أعلى من سور مجرى العيون، وأخدت العمارات بنفس التدرج. تمام. صلاح سالم أخدت الأرض وستة، وبدأت أنزل لغاية ما وصلت قبل السور بالأرض وثلاثة، علشان أخلي كل العمارات البيو بتاعها هو السور نفسه. والعمارات اتخططت بالشكل اللي هي بتحتضن في الآخر المول الترفيهي. أساس يبقى هي المنطقة بقت بالنسبة لي جذب سياحي كمان. أكيد. غير إن بس باشمهندس أي يعني أي فكرة أو أي تصميم بيبقى عبارة عن حاجة خيالية. دلوقتي احنا شايفين على ارض الواقع عمارات على التراث الاسلامي، شايفين مول. بنسبه قد ايه قدرتوا ان انتوا تخلي الحاجات اللي على الورق او التصميم اللي على الورق موجود بالفعل على ارض الواقع؟ هو طبعا الموضوع كان في الاول صعب جدا، قابلتنا عوائق كتيره جدا. اصعب حاجه مرت عليكم ايه يا باشمهندس؟ اصعب حاجه المكان اصلا كان ورش مدابغ. والمدابغ اساس الشغل فيها الميه. فكانت كمية مية في الأرض كبيرة جدا، اضطرينا نتخلص منها عشان أعرف أشتغل. طبعا الإزالة اللي حصلت على وش الأرض، الأساسات اللي مدفونة والخرسانات اللي تحت الأرض قابلتنا فيها مصاعب، كمية الردم القديمة لأن الأماكن دي قديمة جدا، فاضطرينا نحاول نحافظ على الكود المصري في الديزاين، فاضطرينا نستخدم أساسات معينة وأشكال معينة في الخرسانات أساس تناسب المكان وتحافظ على الكود المصري. فطبعا دي عواقب اللي احنا قابلتنا في الأول. تأسيس طبعا نفسه. طيب عدد العاملين هنا قد إيه؟ يعني المشروع زي ده وفر قد إيه فرص عمل؟ خاصة أن الرئيس دايما بيتكلم عن المشروعات التنموية وبيتكلم أن أهم حاجة فيها أن هي يعني بتوفر فرص عمل للشباب. أنا هنا عندي المشروع شركتين. الشركتين شغالين 24 ساعة، أنا عندي 3 ورديات. زي ما حضرتك شايفة أنا عندي ستاف من المهندسين وستاف من المشرفين، وعندي العمالة طبعا عدد كبير جدا. أنا عندي المشروع أكتر من 3000 بني آدم شغالين في المشروع. في التلات ورديات إحنا بالنسبة لنا المشروع بتاعنا. يعني بنشتغل في برد، في حر، في شمس، بالليل، بالنهار، تحت أي ظروف، تحت أي ظروف. وكل ما بيطلع جزء وكل ما بيتشطب جزء بالنسبة لنا بيدينا دافع أكتر إن إحنا نكمل ونتعب أكتر. فلا، المشروع بالنسبة لنا ده مشروع، يعني ده مستقبلنا. محمد زيادة استشاري المعماري لمشروع تطوير سور مجرى العيون، اهلا بحضرتك في حياة جديدة، نورت معانا. اهلا بحضرتك. اي حد فينا بيبقى نفسه ان هو يبقى جزء من مشروع ضخم وعملاق زي مشروع زي ده، احساس حضرتك ايه وانت جزء من هذا المشروع؟ فخور جدا جدا ان انا شغال في مشروع زي ده، لان بالنسبة لنا كمعماريين احنا كنا يعني كان تطوير المناطق التاريخية دي حلم بالنسبة لنا. فالنهاردة احنا بنعيش واقع وبنشارك في تحقيق الحلم ده، يعني ان احنا ننقل منطقة زي دي من مكانة عليه لحد النهاردة بنشوف كلنا شايفين العمارات والتطوير اللي حاصل والمول التجاري اللي تحت، حاجة ما حصلتش قبل كده بصراحة. وان احنا بنطور القاهرة التاريخية كلها عشان نرفع القيمة التاريخية بتاعة المكان. أنا شايفة حتى باشمهندس إن الطراز المعماري على ذو الطابع الإسلامي، حتى مدخل العمارات الإسلامية دي واخد شوية من روح سور مجرى العيون. إحنا طبعًا لما جينا لما في الديزاين لما بنيجي نصمم أي طراز بيبقى عندنا كونسبت إن إحنا بنأكد مدخل العمارة. فلما جينا احتراماً للأثر اخترنا يونت من سور مجرى العيون اللي هي الأرشاط، وأكدنا بها مدخل العمارة،
وطبعا الحجر الهشمة بحيث ان هو يعمل كونكشن بينه وبين العمارات بين سور مجرى العيون. ده والحاجات التانية في مفردات تانية طبعا، المشربيات دي طبعا العمارة الإسلامية برضو بنأكد على القيمة التاريخية بتاعت المكان، وبنرفع من كفاءته وبنرفع تعظيم، بنعمل تعظيم استفادة للمكان. زمان كان حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. أنا أولا بشكر القيادة السياسية بصراحة اللي خدت القرار إن هي تبدأ في المشروع ده والمشاريع التانية، إن هي تبدأ تطور القاهرة التاريخية. إحنا كنا بالنسبة لنا والله كان حلم حلم، وأنا كشاب معماري أنا مبسوط جدا وفخور إن أنا شغال في حاجة زي دي. ويعني بالنسبة لينا كمهندسين بيبقى في قيمة حلوة قوي. أكيد طبعا، وكمان مشاريع زي دي هي بتبقى مثلا يعني سرعة في التنفيذ مع الجودة العالية. طبعا أكيد بيفرق في خبراتكم. طبعا طبعا، إحنا في كل حاجة بننفذها بجودة غير مسبوقة في تاريخ مصر بالأمانة. ويعني مش عايز اقول لحضرتك ان كل حاجه بننفذها زي ما المكتب الهندسه قال. وفعلا احنا قادرين. يعني مصر تستطيع، نقدر نقول طبقتوا المنهج. اكيد بامانه. لا بامانه، لا مصر فعلا تستطيع. مشروع جميل شعاره حياة كريمة للإيد الشقيانة، والوشوش اللي كل تجعيدة اترسمت فيها تحكي قصة كفاح ومعافرة مع الحياة. باب رزق هدف في كل مشروع الدولة بتعمله علشان توفر فرص عمل لولاد البلد، جنود معركة البناء والتعمير اللي على كتافهم الجمهورية الجديدة بتتبني. أنا الحاج عبد الحليم حسين أحد العاملين في تطوير مشروع سور مجرى العيون. أهلا بحضرتك يا حاج. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا في حياة جديدة. الله يكرم حضرتك. الله يكرم. الإحساس والوش الجميل والابتسامة الحلوة دي دايما بتبقى شعورك وانت شغال في المشروع؟ لا يا، بفضل الله موجودة، بفضل الله اولا وبفضل سيادة الرئيس اللي عملنا مشروعات جديدة قومية بتفتح مجالات واكل عيش للناس. يعني كان في وقفة حال قبل كده، قبل 30 يونيو بدأ شويه انا، بس الحمد لله يعني سنه بتتظبط. يعني الحمد يعني لله. يعني مشاريع ضخمه زي المشاريع دي بتوفر ايد عامله؟ بتوفر طبعا، معلش الواحد يعني تجربه انا عشتها في وقف الحاله، ما اعرف التعبير يعني. معلش الاسره ليها متطلبات وكده ومفيش اكيد، فالواحد بيبقى زعلان طبعا. انما يبقى في مشروعات جديده في بتفتح مجالات لاكل عيش للناس، يعني وخاصه كبار السن، مثلا واحد عدى 50 بيفرح جدا. لا صغير يا حاج حليم، والله حضرتك ربنا يديك الصحه يا رب. الله يكرم حضرتك. طيب ابو حازم، انا عرفت من الاعداد ان انت من البدرشين. بتيجي كل يوم هنا علشان المشروع؟ انا بصلي الفجر وببدا اتحرك، بس صراحه ببقى سعيد لاني يعني طبعا مصاريف والتزامات الحياه دي من ناحيه، ومن ناحيه تانية ان انا بحس ان انا بعمل عمل وطني، ان انا بشارك في المشروعات القوميه. بتبدا يومك هنا الساعه كام؟ انا يعني بتحرك من البلد او من بدرشين الساعه 5:30. لما بتوصل هنا المشروع بيبقى الساعه كام؟ على 7:30 8:15. سريع اقوم كده ساندوتش، ببدا شغلي 8. بتبدا 8 وبتخلص الساعه كام؟ يعني من 4:30 5 اقصى. 4:30 5. بس لو العمل تطلب ان انا وجودي ورديه كمان مثلا بتكمل، بتواجد مثلا ساعتين ثلاثه حسب حاجه العمل. طيب انت شايف المشروعات اللي بتحصل، التنمويه اللي بتحصل، وفرت بالفعل ايد عامله انت من كل المحيطين ليك والعمال والانطباعات اللي انت شايفها؟ والله سبحان الله، يعني انا ساعات وانا ماشي في الشارع كده يمين شمال بلاقي مشاريع وبلاقي ناس شغاله، فانا بفرح
معلش انا برضو بيهم. كاي مواطن عايز بلدي تبقى احسن حته في الدنيا. فبنشكر سياده الرئيس اللي فتح مجالات والله ومشاريع قوميه عشان يحد من نسبه البطاله برضو يعني اكيد. ابو حازم او الحاج عبد الحليم يعني نورت معانا في حياه جديده وربنا يديك الصحه يا رب وطولة العمر وتفضل الابتسامه الحلوه دي والسعاده كده على وش حضرتك ونورت معانا في حياه جديده. كل الشكر لحضرتك. التاريخ عبارة هتفضل عايشة جوانا علشان نصنع مستحيل يحفظ لينا أمجاد الماضي، وده اللي شفناه ولسه بنشوفه في مشروعات كلنا هنعيش معاها حياة جديدة. أشوفكم في حلقة جديدة من حياة جديدة. سلام.